السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. طبعا في البداية وصلني طبعا طلبات حضراتكم، وبناء عليه تم تسجيل الأسبوع ده كاملا بناء على طلب حضراتكم طبعا. وتحياتي لكل مشاهدينا اللي مش بيشوفونا واللي مشغولين طبعا في أشغالهم، لكن أنا مبسوطة جدا بالتواصل اللي بيننا، وإن أنا بحاول أحقق كل حضراتكم عاوزينه. تأكدوا إن إحنا إن شاء الله هنعيد أي حاجة أنتوا حابينها من فقرات فاتت أو وصفة حضراتكم ما شفتوهاش وحابينها يوم الجمعة من كل أسبوع في حلقة مجمعة منوعة بناء على طلب حضراتكم. دي خاصة بيكم فقط، كل اللي نفسه في حاجة يقول عليها هنعرضها له مباشرة. طبعا بنفكر حضراتكم تاني بموعدنا احنا يوميا من السبت الى الجمعة، كل يوم موعدنا من الساعة 1 للساعة 2، الإعادة الساعة 6، ما عدا يوم الجمعة فقط هتكون حلقة منوعة مجمعة بناء على طلباتكم. طبعا بفكر حضراتكم بصفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، بيوصلني طبعا كل الطلبات وبحاول اتواصل معاكم، مش بحس بجد ان انا بعدت عنكم ابدا غير بس من على الشاشة. دي صفحتنا بنعمل فيها او بننزل عليها كل الوصفات اللي بنعملها من خلال حلقتنا، كل وصفة على حدة، علشان حضراتكم تقدروا يعني تدخلوا على اللينك مباشرة، وكمان لينك الحلقة كامل بناء على طلباتكم، علشان الإهداءات والاتصالات والمداخلات، وكمان فقرة الشعر والجمال بتكون معانا من أورا كل أسبوع. أتمنى يا رب إن وصفات النهاردة تكون يعني تحوز إعجاب حضراتكم. خليني أقول لكم كده سريعا المنيو بتاعنا هيبقى إيه. إحنا هنعمل بما إن بقى الجو إيه يعني هيبدأ يقول شوية في برد شويه بالليل، بالنهار طبعا بيبقى الجو لسه يعني ما استقرناش، لكن anyway هنبدا بقى في الشوربات نهتم بيها شويه، الاكلات الشتويه والخضار الشتوي. فخلينا نقول النهارده هنعمل شوربه العدس بطريقه لطيفه بالشعريه، هنعمل كمان الارنبيط، وده كان بناء على طلب حضراتكم عملوه بطريقتين، الناس اللي بتحبوا بانيه او بتحبوا مقلي، والناس اللي بتحبوا بطريقه هيلثي هنعمله بطريقه لطيفه جدا. لكن هقول وانا شغاله ممكن كمان يبقى ليه 100 طريقه تانية هنعملهم فيما بعد بس على حلقات متفرقه. فهنعمل النهارده الطاجن بتاع الارنبيط باللحمه المفرومه والبشاميل. هقول لو هيلثي هشيل منه ايه وهحط ايه وانا شغاله. بالنسبه للارنبيط البانيه هنعمله سوا برضو احنا مع بعض، يبقى حاجه كده لطيفه في عجينه سهله وظريفه، في منه عجه وفي منه طرق تانية كتير هنستخدمها ان شاء الله. لكن خليني في البدايه اقول لكم بسم الله ونبدا ننزل مقادير شوربه العدس. طيب انا هعمل ايه في شوربه العدس؟ انا عندي حوالي يعني هو لو نص كيلو عدس، هنعمل بقى على حسب طبعا كميه الاسره، لكن anyway كوبايتين ونص من العدس الاصفر مغسولين كويس جدا ومتصفيين. عندي عليهم هحط جزر، هو طبعا العدس الاصفر بيحب الجزر، لكن جزرتين كبار حلوين كده. عندي 5 فصوص من الثوم، بطاطستين، انا عارفه ان البطاطس كانت غاليه بس البطاطس نزلت، انا امبارح اشتريتها ب 8 جنيه كانت ب 13، هتنزل تاني ان شاء الله. بطاطستين، وحطيت واحده بطاطا حلوه، بطاطا بتاعتنا، وممكن مكانها القرع العسلي اللي تحبوه تبقى طعمها خرافه. بصلتين متقطعين مكعبات كبيره، كل ده قطع كبيره 4/4 بس. 2 طماطم، ملح وفلفل اسود، كمون، معلقه من الكركم، معلقه من الكمون، حوالي 6 كوبايات ميه، يعني حوالي لتر ميه، ربع كوبايه من الشعريه، بصل مفروم، مرق خضار، لو عندي مرق، لو ما عنديش خلاص هيبقى ميه او هحط مكعب، معلقه كبيره من الزيت النباتي، وعيش محمص في الفرن من غير زيت. طيب نقول تاني شوربه العدس، عندي كوبايتين ونص من العدس الاصفر غسلته وصفيته كويس، 2 جزره متقطعين مكعبات، 5 فصوص ثوم، بطاطستين متقطعين، بطاطايا حلوه كده مكعبات، 2 بصل متقطع، طماطمتين، وملح وفلفل وكمون، وعندي كركم وست كوبايات من الميه، ربع كوبايه من الشعريه، بصل مفروم، مرق خضار، معلقه كبيره من الزيت النباتي، وعيش محمص. طبعا العدس ده مزاج، يعني انا الحقيقه ابني بيحبه جدا جدا، فانا بصراحه العدس ده من الحاجات برضو الواحد بيحب ياكلها فته، يحمص معلش ياكلها كده، ياكلها شوربه تقيله بالشعريه كده، ساعات بيتعمل زي الكشك، يعني ليه كمان طرق جميله وليه اضافات حلوه بتتحط. فخليني الاول اقول ان اضافه البطاطا، لو مفيش بطاطس حطوا بطاطا بس مفيش مشكله خالص، يبقى هنحط 2 بطاطايا من غير بطاطس، لو في بطاطس هنحط بطاطس وبطاطايا واحده عشان ما تديش طعم مسكر لكن هتظبط الطعم جدا. خليني اقول لحضراتكم بسم الله وهنبدا نعمل ايه. انا هجيب كده المكونات كلها فوق بعض وبعدين هضيف الميه، فاقول كده بسم الله. ادي العدس، انا مسخنه ميه هنا، افتح بس كده النار علشان ايه
وبعدين هحط عليه الجزر وادي البطاطس بطاطسايه واحده كبيره كده حلوه وادي الطماطم بطاطايه اوكي فيهم ميه نعناع امسح بس كده ايدي هنا وبعدين عندي بقى البصل بسم الله يبقى العدس الجزر البطاطس البصل الطماطم البطاطايه اللي احنا حطيناها يفضل ان الثوم يبقى فصوص انا بس عشان الثوم الموجود مفروم فانا برضو هحط ثوم مفروم مفيش مشكله خالص كده كده كله بيتضرب في الخلاط فمفيش عندي مشكله. طيب هاجي بقى الكمون مش هحطه في الاول انا هحط مكعب مرق كده وهاجي للكركم بالظبط معلقه واحده معلقه واحده اهو اهو فقط. طيب الكمون مش هحطه في الاول عشان ما يغليش مع العدس ويديله مراره انا مش عايزاه يمرر انا عايزاه اديله الطعم ده بس بعدين هديله حاجه كده تاتش خفيف بس هديله الاول رشه كده خفيفه من الملح ورشه فلفل وهسه لا كاد لا تذكر بس للريحه وهو شغال بصوا كده كمون لكن بقيه الكمون كميه الكمون اللي هحطها هتبقى بعد ما يستوي واضربه بسم الله انا احط ميه سخنه على طول علشان يغلي واقول لحضرتك هنعمل فيه ايه. معانا مدام ناديه اهلا وسهلا صباح الخير والجمال والسعاده عليكي صباح الفل عليكي مدام ناديه عامله ايه وحشاني والله وحضرتك اكتر حبيبه قلبي ايه الجمال ده كل سنه وانتم طيبين بقى الشتاء وحضرتك دخل علينا طيب اه والله احلى جو ده واحلى احلى جو في اسكندريه والله طبعا تسلمي لي حبيبتي واشكرك على الكرنبيت عشان انا طلبته منك حبيبتي احنا ما نقدرش نتاخر عليكي ابدا مدام ناديه ولا على اي حد يا صراحه حبيبتي ربنا يعني يخليك. دايما جبره بخاطرنا جميعا يا حبيبتي ربنا يكبر بخاطرك دايما يعني امين وتسلمي لي حبيبتي عايزين بقى حلقه مخصوص للمشروبات الشتويه من عيوني بس كده احلى مشروبات مشروبات اه تبقى مشروبات بقى للصدر كده والحاجات اللي ايه تقوي المناعة كده وتظبطنا حاضر الله يا من عيوني ليكي مدام نادية ما نتحرمش منك وتسلم ايدك وتاكل العدس ده هيطلع تحفة ربنا يخليكي ليا والله ريقي جري عليك يا قلبي يا قلبي تسلمي روح قلبي تسلمي يا حبيبتي ان شاء الله بقى الإعادة امتى؟ الساعة 6 بس مش عايزين نصحيكوا بدري 6 الصبح؟ احنا بنبقى صاحيين طيب يا روح عشان اكمل معاكي ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله يا حبيبتي تسلميني مدام ناديه وسلامي وتحياتي لكل الكاست ومدام سميره وام اسلام بقالنا كتير ما سمعناش صوتها ان شاء الله نسمع صوتهم ومدام روحيه وام جوزيف كل حبايبك الله يخليكي حبيبتي ربنا يخليكي طبعا كاست البرنامج والاخراج والتصوير كل الناس الجميله اللي عندي تسلمي يا رب وما تحرمش من ذوق حضرتك تحياتي لاسرتك جميعا وصباح حضرتك زي الفل يا حبيبتي اتفضلي شرفتيني حبيبه قلبي تسلمي لي. طيب انا هحط بقى على النار هسيبه بقى يغلي طبعا العدس ما بياخدش وقت مجرد بس ان الخضار يبدا يستوي شويه والعدس خلاص بيبدا يستوي في ثواني هبدا بقى ايه اخده اضربه في الخلاط انا طبعا سابقه بخطوه خليني برضو اقول لحضراتكم انا عملت ايه انا كل ما اول ما بيستوي محمد استسمحك نملى الكاتل بعد اذنك هضربه في الخلاط وهوري حضراتكم يبقى شكله ايه وبعدين نصفيه نصفيه ليه من قشر الطماطم من اي حاجه بقى موجوده يعني احنا ايه خلينا برضو ايه نبقى كده بصوا انا ضربته بعد بقى ما استوى بقى ده شكله هضيفه بقى في حله تانية نظيفه حلوه كده خليني مثلا اخد الحله دي وهبدا بقى اعمل له ايه اعمل له الشعريه بتاعته بقى نحمر شويه شعريه حلوين ونحطهم في ناس ما بتحبش بس هي الشعريه بتدي قوام دايما للشوربه على اساس انه في ناس بتحب العدس بالشعريه فخليني كده احط ايه الاول خليني اجهزه جنبي بس قبل اي حاجه هحمر الشعريه انا عايزه اكسب خطوه وما اوسخش معايا كمان حله فخليني بقى ايه بسم الله شغل ده وبعدين هنا دي كمان اهو هبدا بقى اخد شويه معلقه الزيت اللي اتفقنا عليها
هحمر فيهم الشعريه، ممكن تبقى معلقه زيت وحته من الزبده، بس انا بصراحه هكتفي بمعلقه الزيت، انا يا دوب تشويح بس كده خفيف عشان تبقى الشوربه خفيفه ما تبقاش تقيله، واحط كده ايه معلقه الشعريه الصغيره دي. معانا مدام روحيه، يا اهلا وسهلا. صباح الخير على العسل. صباح الفل على كله. يا روح قلبي صباح الفل عليك. ربنا يخليك يا عظيمه يا رب، وتسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي يا رب مدام روحيه. صدقيني كنت هقول لك على القرنبيط، لقيتك بتقولي عليها. يا حبيبه قلبي الحمد لله. انت بتقرا افطارنا على فكره. انا جايباها جوه وعليه الصاول. يا روح. عايز اقول عظيمه عليها. يا حبيبتي. انا طالعه زي المقلي ده بالبيت. من عيوني هنعمله النهارده ان شاء الله. قولي لي على الخلطه بالظبط حالا دلوقتي. عيوني ليكي مدام روحيه. انا بعت لك البريوش على فكره. الله الله، لا ده احنا هنعرض الحاجه الجميله دي بكره بقى ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله. وتسلم ايد حضرتك. الله يخليك يا حبيبتي، ربنا يخليك ويكرمك يا بنت، ربنا يبارك لك. ما حرمش منك ابدا، ولا من سؤالك ولا من كلامك الحلو ده. تسلمي لي مدام روحيه، والله تسلمولي، ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه ويسعد ايامكم جميعا باولادكم يا رب واحفادكم. طيب انا بقى ايه هشوح كده الشعريه، انا مش عايزه اكتر ليه، لان في الاخر هي شوربه، عايزين بقى تكتر ونعمل الشعريه زي الكشك، بنكتر نسبه الشعريه ونسيب العدس يغلي معاه شويه فتبقى زي الكشك كده، وفي ناس بتحب تغمسه وتعمله تقليه بصل من فوق، دي طريقه برضو لطيفه جدا، لكن احنا بنحبه شوربه، فاحنا حمصنا العيش ايا كان بلدي او شامي او اللي حضراتكم تحبوه طبعا، وبعدين شويه شعريه صغيرين علشان العدس لما بيقعد بعدين بيبات ليله سي مثلا في الثلاجه وهنسخن منه ثاني يوم قام بيتقل شويه زي البشاميل. فانا دلوقتي خلاص خلطته في الخلاط، هصفيه قدام حضراتكم، لكن بشوح الشعريه وانا هصفيه وانا بحطه كده ايه شويه صغننين. اه شغاله النار زي الفل، خليني بس ابدل بقى، اخد هنا الصغنونه وهنا العاليه، وبعدين هنبدا بقى ايه نجهزه. هحط له بقى التوابل بتاعته الحلو. اولا معلقه الكركم دي فيها فايده رائعه، يعني احنا ما بنستخدمش الكركم كتير في اكلات، خلينا نستخدمه في الحاجات اللي فيها شوربات. برضو شوربه القرع حلوه جدا ان شاء الله هنعملها، شوربه البطاطا وطاجن البطاطا، الحاجات اللي نقدر ندخل فيها بطاطس عاملوها زي معامله البطاطا الحلوه بره في كل الدول العربيه معظمهم، وفي الشوام بيدخلوا دايما يعملوا ميكس، يعني حتى البطاطس البيوري دايما يعملوا البطاطا، حتى الطلاينه انا لاحظت انه دايما البطاطس معاها بطاطا لازم، فبتطلع طعمها حلو. البطاطا بيتعاملوا معاها انها زي البطاطس في الفرن، زي البطاطس الويدجز. طب احنا ان شاء الله هنعمل كده عشان برضو ننوع للولاد واحنا كمان ما نزهقش. ف هشوح بقى الشعريه. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. حبيبه قلبي. عامله ايه؟ الحمد لله يا ام جوزيف. ربنا يخليك وتسلم ايديك، وحلقه جميله انت عاملاها. الله يخليك. والقرنبيط الحلو اللي طالع لسه جديد، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك يا حبيبه قلبي. بقى يا ست الكل، اعملي لنا طاجن القرنبيط تعمله لنا. ايوه. والمخلل لو خللناه نعمله نص سلقه ولا نعمله ني زي ما هو؟ لا نص سلقه. طيب نص سلقة. ربنا يخليك ماشي. وتسلم ايديك. تسلمي يا قلبي. الصوص اللي قلت لك عليه طيب. الايه؟ قولي لي. الصوص اللي قلت لك عليه الاسبوع اللي فات. الصوص حق من عينيا. أيوة. من عينيا الاثنين مش ناسيين، ما تخافيش من عينيا ليك يا ام جوزيف. صبحي على الحاجه الغاليه، صبحي عليها. حاضر يا عمري. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي يا رب. حفظ الله حبيبه قلبي، مع الف سلام. اشوح كده برضو بيفصل، معلش خليني ايه يا روحي، ايه ده المفاجآت الحلوة دي؟ يا خبر، دي شيرين جت، أنا بصراحة سعيدة جدا جدا عشان ده يوم أجازتها. نورتي يا شيرو. طيب أنا كده إيه بقفل أهو، معلش هو كان فصل مني، بس خلاص هشوح بقى دي، وأنا خلاص أهو العدس ضربته، خليني بقى إيه أجيب مصفى كده والبولة، بسم الله الرحمن الرحيم. واحطها جنب حضراتكم. شوف المصفى فين يا محمد بعد اذنك، تعالى يا ابو حميد يا غالي، او محمد ده من الولاد الشباب اللي يعني ايه انا شايفه ان هو واجهه مشرفه لاي حد في سنه ومجتهد ومحترم، واي حد بيراعي شغله او عايز يتعلم بجد والله الواحد ما بيستخسرش فعلا، لانه فعلا والله كلمه اتقالت لي من امهات جمال جدا، والله بشكركم جدا جدا. احلى حاجه بتبقى للواحد العلم او انه بيسيب حاجه لحد يستفيد منها، فبتبقى يبقى افاده لحد.
لو في معلومة، لو في كلمة صغيرة، لو في أسلوب حياة، لو في طريقة في الأدب والأخلاق والتربية، دي حاجات كلها الحقيقة رائعة. فمعنا مدام ميرفت، أهلا وسهلا. ازاي حضرتك مدام ميرفت؟ ازيك يا شيف عظيمة، عاملة ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ انا عايزة اقول لك حاجة واحدة صغيرة، اتفضلي. وجهة عظيمة لمصر، وحياة ربنا. الله يخليكي، ده كلام كبير قوي. عظيم، انت وجهة عظيمة لمصر، ربنا يخليكي يا حبيبتي. الله يسعدك يا رب يا فندم. ان الامهات دي تكلمك وتشكرك بصراحة، يعني ربنا يبارك في يعني اللي ربوكي فعلا. الله يخليكي ولا تخليني اعيط يا مدام ميرفت. والله العظيم انت وجهة عظيمة يا عظيمة. الله يخليكي، ربنا يبارك فيكي ولادك، ونورتي، وبشكرك جدا جدا، لاني انا هموت على القرابيط، وكتبت لك على الصفحه. بشكرك جدا لاهتمامك. الله يخليك، وردك علينا على الصفحه وعلى التليفون. الله يخليكي حبيبتي، والله شكرا لحضرتك، فعلا عظيمه عظيمه فعلا. وانا عايزه رقم تليفونك، ممكن؟ اه ممكن حبيبتي، طبعا ممكن. اتفضلي مدام ميرفت، شرفتيني، تسلمي لي حبيبتي، اتفضلي. شكرا جدا والله، كلامكم ده مش قادرة أقول لكم يعني فوق راسي بجد والله. أسعدتوني أسعدتوني، ربنا يسعد أولادكم زي ما أسعدتوني حقيقي. بصوا بقى، بيتبقى كده شوية إيه من قشر الطماطم. أنا شايفة إن قشر الطماطم دايما مش بيبقى كويس في الهضم، بيبقى متعب. الناس اللي بتبقى معدتها حساسة والقولون ساعات بيتعبهم، يعني بياخد وقت في الهضم قوي. فإحنا يعني أنا بحب بصراحة أصفيها، بتبقى أضمن وجميلة. اشوح بس كده تشويحه. بصوا بقى، الحلل الستانلس، انا يمكن عشان في برضو اصدقائنا بيسالوني على انواع الحلل. بصوا، ابعدوا عن الستانلس شويه. طبعا هي انواع راقيه وغاليه وجميله جدا، بس في الطبخ احنا اتفقنا مش عمليه. طب ناخد مثلا الجرانيت او السيراميك، عمليه وشغاله، وفي منها انواع وفي منها اسعار مختلفه، لكن ناخد الجوده الكويسه منهم، نبدا بيهم يعني. طبعا البايركس لا يعلى عليه، بس غالي جدا، فانا مش عايزه اقول لكم يعني ايه على حاجات تبقى مكلفه، خصوصا للعرايس اللي لسه بيبداوا. وبعدين ما نكترش يعني. انا الستانلس انا شايفه انا مش هجيبه مثلا في الجهاز، او اجيب منه قطعتين او ثلاثه صغيرين. الاحجام دي الحاجات العمليه اللي زي الصغيرين دول، بلاش الاحجام الكبيره قوي. دي حاجات تانية بتبقى لطيفه جدا ومتداوله، وفي انواع ممكن اقول لكم عليها. طبعا الكوري افضل الانواع، بعده على طول التركي. في انواع تانية ممكن نتكلم عنها لما بتبقى بنفس الجوده، فخلينا ايه نتفق ان دي حاجات عمليه ولطيفه، وساعات بينزل عليها اوفرز حلوه قوي في عيد الام، في اعياد الام بالذات، في محلات كتير قوي هقول لكم على اسمائها بتنزل اوفرز حلوه جدا عليها، وتقدروا تاخدوا الحاجات دي باسعار كويسه جدا. فان انتهز بس الفرص يعني، عشان تقدروا تبقى في فرق في الاسعار، تقدروا تجيبوا حاجات تانية كويسه. جهاز العروسه فيه حاجات عمليه، دايما نجيب العملي، لان هتلاقي فيه حاجات حبيبتي مش بتستخدميها تدفعي فيها فلوس، مهمه تبقى موجوده، لكن اقصد في بدائل ليها حلوه. حاضر، هنقلبها حالا. انا اصلا هحط عليها اهو العدس، وهخفه بشويه ميه عشان بيطرطش جامد، خليني ارفعه كده. بسم الله بسم الله، تمام. نزود بس شوية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. مدام أحلام حبيبتي، مدام أحلام، ازيك يا مدام عظيمة، انت منورة. الله يخليك يا فندم، السيزون كله بتاع الشتا بدأتي بدري. كلك ذوق يا مدام عظيمة. الله يخليك يا فندم، تسلمي. انت بتقري أفكارنا، لأن فعلا الأرنبيط يعني ده مطلوب وحاجة جميلة. كويس ان انت مفتكرانا يا مدام عظيمه. انا ما اقدرش انساكوا ابدا يا فندم، والله ما اقدرش انساكي. ربنا يخليكي ودايما في تالق وفي اشراق ويحبب ربنا خلقه فيك يا حبيبتي. امين يا رب، تسلمي لي وما تحرمش من حضرتك. الله يخليك، متشكرين على ذوقك يا مدام عظيمه. الله يخليك يا فندم، نورتيني. طب حضرتك مالكيش اي طلب بجد؟ ربنا يخليك يا حبيبتي ويحبب فيكي خلقه يا حبيبتي. امين يا رب، تسلمي لي يا فندم ويسلم ذوق حضرتك، شرفتيني ونورتيني. يسعد صباحكم جميعا يا رب. حاضر حاضر، زود بس شويه كده عشان الشعريه تستوي. لو انا سبتها بقى في الخليط التقيل بتاع العدس مش هتستوي. خلينا نقين اهو شويه ميه. اول بقى ما تستوي الشعريه ما بتاخدش وقت. هبدا بقى انا احط المنكهات. انا كل اللي عملته ان انا حطيت في الشوربه بتاعته ايه، العدس، الطماطم، الجزر، القرع، اسفه، البطاطايه. اصل انا كمان ساعات بعمله بالقرع فبيبقى لطيف جدا. بعدين هنبدا بقى ناخد الكمون، شويه بقى من الكمون حلوين كده،
رشة ملح خفيفة وهندوق ورشة فلفل. شيل الاطباق بعد اذنك يا محمد. تسلم يا حبيبي. كده ونقلب بقى مع بعض كده. وبعدين ايه هي الشعريه؟ هيغلي غلوتين هطفي عليه في السخونيه هتبدا خلاص تنفش وتبقى مش ايه مش معجنه ولا حاجه. وهي الشوربه الثانيه شغاله على النار جنب حضراتكم عشان تشوفوها قبل ما يستوي. انا كل اللي عملته بس ان انا اخدت الشوربه دي بعد ما استوت وضربتها في الخلاط وصفيتها زي ما حضراتكم شفتوا بالظبط. بس هي فعلا شوربه جميله ممتعه ومفيش حد فعلا ما بيحبهاش حقيقي يعني. بس في الصيف بنحاول نبعد عنها شويه عشان بتبقى تقيله او الحر ما بيبقى هي بتسخن قوي الجسم فبيبقى الواحد مش قادر في الحر. طيب في بقى بصلايه ثانيه انا عايزه اعملها مثلا هنا. احب احمر له بصلايه لطيفه كده مفرومه واحب اضيفها له. خليه بقى هو هنا دي كده واجيبه على النار الهاديه دي بتديله طعم حلو قوي حقيقه يعني. فانا هاخد لها كده معلقه زيت صغنونه. عايزين بقى تطعموها بحته سمنه بقطعه زبده اهي السمنه. اخد قطعه صغيره بتدي طعم بس للبصلايه. بسم الله. واخد معلقه صغنونه كده تطعم البصله بتاعتي اهي زي الكشك كده بس بيبقى ليه طعم جميل جدا اهو. خلاص وهبدا بقى اطفي. اول ما تغلي غلوه كمان الشعريه خلاص اخد بصلايه صغنونه كده وبعدين نشوحها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. رشه ملح خفيفه عشان اطعمها بس. رشه ملح ورشه فلفل وخلاص. وبعدين اضيفها بقى على العدس واقفله ويبقى احلى شوربه ان شاء الله مع العيش. احنا حمصناه. انا جبت العيش اللبناني الحقيقه لكن احنا نقدر ناكله بالعيش البلدي ده افيد طبعا. فانا جبت العيش اللبناني قصيته بالمقص كده شرايط وكده ومربعات. بصوا حضراتكم وحطيته بس على على الصاج ودخلته الفرن. هو انا بشوح كده ده. طيب نقلب بقى تقليبه كده جميله. هو هيبدا يحمر اول ما تبدا تصفر وتبقى لونها حلو دهبي كده هضيفها على طول. وهنا العدس خلاص. الله الله الله. هطفي بقى هنا خلاص اسمحوا لي. خلاص هفصل بقى على العدس تمام. ونبدا بقى ايه ناخد البصلايه دي ونضيفها وهنبدا بقى نقول بعد كده مقادير القرنبيط الطاجن. احنا طبعا هنعصج عادي لحمه. طبعا اللحمه المعصجه انا دايما بقول بصلايه فصين ثوم هحط اللحمه المفرومه ملح وفلفل وبهارات رشه على حسب بقى انتوا حابين الحاجه. لو فيها نسبه الكمون زي مثلا القرنبيط بيحب الكمون فانا هحط شويه بهارات خفاف ورشه بس خفيفه كده من القرفه رشه تاتش كده تدي بس ريحه للحمه. وبعدين ابدا اضيفها. بصوا بقى البصله بدات تصفر اهي. احلى حاجه بقى البصل ده كمان جميل قوي. شوربه البصل كمان عايزين نعملها لانها مفيده جدا. عايز اقول لكم انها البصل المسلوق بيعالج الاكتئاب فعلا بيمتص كل والله بيمتص كمان السموم من الجسم. البصل الاخضر ده كتروا منه جدا بجد في الاكل. كلوه وحطوه في السلطه وحطوه في الاكل بدل ما نضرب بصله بيضة. انا بضرب بصل ابيض واحط معاه بصلايه خضراء هي بالاخضر بتاعها هيجرى ايه يعني. مطبخ بيه بيبقى طعمه عسل. مفيد جدا. استفيدوا من البصل كتير وعودوا الولاد ياكلوه. زمان كنا لما بنحب ناكل العدس ده فاكرين كنا بنجيب بصل نقطعه ونحطه في خل او في ليمون شرايح والى الان صح وناكله ايه يعني او بصل اخضر. وبعدين البصل عايز اقول لكم بقى حاجه بيعمل ريحه بقى في البق. عارفين ليه؟ اللي اولا هو بيموت البكتيريا كل البكتيريا اللي بتبقى في الفم. عايزه اقول لكم ان لما التعود على اكله مع الوقت هتلاقوا نفسكم مفيش اصلا رائحه للفم كانكم ما كلتوش بصل. وبعدين في طريقه تانية هقول لكم عليها الهنود بيعملوها كنت كلتها كلته في مطعم هندي كميه بصل غير عاديه. هو لونه احمر محمر بيحطوه كده في خليط زي تحسه كانه نزل في بنجر. لكن طعمه ما بيسيبش اثر خالص. بسم الله. هحاول اصفي بس نسبه السمنه اخد الطعم عشان مش عايزه نسبه دهون عاليه.
خليني اخد بس ريحه البصلايه، وخدت شويه بسيطه من السمنه هم بس كده. كده تمام جدا، وهقلب كده. الله الله، اهو رشه ملح. وبعدين خلاص نغرف بقى. لا مش بقى مش توم، في ناس بتحب تعمل له توم على فكره، في ناس بتحب تعمل له توم. لا انا بصراحه بالبصل طعمه غير عادي، فخليني اغرف بقى لحضراتكم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده. عايزين بقى تدلعوه مثلا شويه، يعني ممكن بقى ايه رشه كريمه كده على الوش يا سيدي، بس هو مش محتاج والله مش محتاج. بسم الله الرحمن الرحيم اهو نبدا بقى نصب الايه. بصوا الشعريه استوت ازاي، انا ما غليتهاش، انا يا دوب خدت غلوتين طفيت عليها، استوت في سخونيه العدس وبقت كده عشان ما تعجنش. بسم الله، حطينا بقى البصلايه. في ناس اللي متعود على طعم الثوم، بس انا بصراحه طول عمري متعوده على طعمه بالبصل، بصلايه المحمره دي الجميله دي. ممكن نخلط بين الاثنين، تحط فصين ثوم مع البصلايه ما يجراش حاجه، يعني مش هتقول لا كده. خليني بقى ايه اخد دي هنا، انضف الطبق، نحط العيش المحمص الجميل ده. كام واحدة كده بقى، وحضراتكم بقى ايه كام واحدة كده لطيفة، ونبدأ بقى ايه بالهنا والشفا وصحة وهنا على قلبكم. رشة بقى مثلا خفيفة كده من الخضرة. حاضر هوديه بس هناك، حاضر من عناية الاتنين كده، ونوديه بقى هناك. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ما تنسوش عصرة الليمون، لو في ليمونه اقطع لي ليمونه اربع تربع يعني نص بالكده مستطيلات يا محمد. الليمون مع العدس ممتاز، جربوا عصير الليمونه معاه ان شاء الله يعني هيبقى ممتاز. طيب هبدا بقى كده ايه نقول. طيب ناخد فاصل، اسمحوا لي مشاهدينا الكرام، نرجع بعد الفاصل نشتغل في القرنبيط ان شاء الله. وفاصل ومستنيه حضراتكم.